بسم الله الرحمن الرحيم، ارحب بكم جميعا في التسجيل الثالث من رواية ست الشامية، ويعتبر كمية المحتوى كبيرة جدا، فلذلك سأسرع في الكلام. هنا ست الشامية أعطتنا كلمات وأرقام جديدة، الدين، حسد، وسواس، وحي، والأرقام موجودة أمامنا. أخبرتني ست شامية أن هذه أرقام، وهذا منذ 50 عام مضت، أرقام لكلمات في القرآن الكريم، وأوجدنا التكرار، هناك تكرار لنبوة 46 مرة، وتكرار للناس 179 مرة. في هذه التكرارات والمعاني هناك قصص كثيرة تمر في حياة كل إنسان، ست شامية قالت الناس في حياتك، طبعا هي تتمنى أن في حياتي ولا تتمنى أن تكون موجودة، سيواجه صاحبنا يؤايهو، وأكبر خوف ينشره وهو خوف كار، أي كورونا أفتر ريوبن، يعني يكون الخوف أثناء الوباء، والخوف ليس من الوباء، إنما الخوف كيف تعود الحياة إلى ما قبل الوباء ومتى. قالت هذا قبل 50 عام، وهي قالته لأنه بيحدث كل فترة لازم يصير، طبعا في القرون الماضية صار حدث، يعني حتى في عصرها حدث هذا الأمر، الحروب، الحرب العالمية الأولى والثانية. فالآن نحن في 2020 2021، بدأ هذا الخوف ليس من الوباء، ولكن متى تعود الحياة طبيعية إلى ما قبل الوباء، وحتى يكون هذا الوقت ماذا سيحصل في هذه الفترة. لف هي ما يتعلمه الإنسان الذي يخالط ويعاشر وتربيه ست شامية، كما كان مع ابنها ومع أحفاده. لف هي اختصار من Life Opportunity Vanishing Envy، 4 كلمات، يعني فرص الحياة بالقضاء على الحسد. فكان هذا التعليم التلقائي اللي هو التربية، يعني تربيتها تؤدي إلى لب. في الرواية سيكون هناك قصص كثيرة تثبت ذلك مما سمعنا. فعليك أخي عزيزي القارئ والمستمع أن تكون صبور ولا تمل، لأنه ما زلنا في المقدمة، وحتى لو كانت هناك أخطاء سواء في التسجيل أو في الكتابة، ولكن نحن نلتزم بالموعد والكمية اللي هي 100 صفحة الكتاب، والتسجيلات أكثر من 500 دقيقة
وخمسين تسجيل في 10 دقائق أو أكثر. إذن كان ذلك قبل 50 عام وأنا أفتح معها حوارات. ذات مرة فتحت معها حوار قصص إرسيل لوبين سميتها عالية من إرسين والإل لوبين و عربي بالعربي. الآي إن عربيك. فآليا في كتاباتي آليا ستوري كنت معها فقلت لها يا ستي في قصص أنا بأقرأ منها اللي هي عالية عن اللص الضريف يسرق الأغنياء، بس الأغنياء الظالمين والسيئين تقريبا اللي هم سرقوا من الفقراء، وإذا تمت العملية هو يبحث عن الفقراء خاصة اللي انسرقوا. أحيانا يقابل فقير ويعطي له فلوس وهو مو عارف انه انسرق، فيقول له انت سرق منك هذا المبلغ. طبعا الفقير ما كان عنده مبلغ، لكن هي نوع من العدالة الاجتماعية، يعني كأنه هو بيسوي العدالة الاجتماعية. فسألتها قلت لها هذا من عائلة يو اي هو اللي ينشروا الإشاعات والخوف؟ فقالت لا، عائلة يو اي هو ينشروا الخوف في مجتمع أكبر وليس ضروري بين الأغنياء. طبعا طريقة آليا أو إرسيل لوبين إنه قبل لا يتمم عملية السرقة وتهديد، وأحيانا يقتل في اعتباره هو مجرمين، لكن هو ما يعمل في البوليس، فهو ينتقم منهم ويفاجئهم، يعني يستخدم الإشاعات، ينشر الإشاعات وهذا والخوف، يعني يخوفهم قبل لا يهجم عليهم. فقالت لا، يعني كأنه يو اي هو أكبر من كده، لكن كأنها بتقول لي إنه يو اي هو ما عنده هدف، يعني كأنه بيلعب، ينشر إشاعة بعدين في ناس يستغلوها مثل رئيس أمريكا، يعني يخلي حتى الرؤساء، الناس كلها تقول الرؤساء متآمرين، الرؤساء يقولوا أحد تاني متآمر، يعني الكل ضايع، زي ما هو حاصل الآن. رئيس أمريكا قال الصين، والصين قالوا هو، والناس مش عارفين الحق أو مو عارفين الموضوع. يعني المفروض الرؤساء دول هم اللي يبينوا. رئيس فرنسا يقول هذه حرب 7 مرات لما يتكلم، والناس يعني لا الفرنسيين ولا غيرهم ولا ما حد، يعني الحق ضايع. وكأنه في واحد ورا، واحد شخص ورا كل الموضوع. طبعا الناس تخيلوا بيل جيت، تخيلوا هذا، لكن الى الان يعني حتى بيبحثوا عن المريض الصفر، اول واحد يعني اكتشفوا عنده كورونا ما كان في الصين، يقولوا كان في مكان تاني. فهذا هو اليو اي هو، الا الحافز حقه الحسد، حسد الحياة السعيدة، الاستقرار، الدين. طبعا الدين يعني جاء به الرسل والأنبياء
صلوات الله وسلامه عليهم. وهذولا من أول الرسل، من حتى من خلق أبونا آدم في حسد، في أبنائه قتل واحد الابن الثاني بسبب الحسد. فأختتم بهذا القدر وألقاكم في تسجيل آخر.